تعتبر زراعة البطيخ الأحمر من أهم الزراعات اللي كيعتمدوا عليها الفلاحة بمنطقة زاكورا وضواحي شيشاوا، وهاد المنطقتين كيتعتبروا من المحطات الرئيسية لمعظم الشركات اللي كتشتغل في مجال تطوير هاد النوع من الزراعات. أغروسيم هي واحدة من تلك الشركات المختصة في البحث عن البذور الجديدة والتطوير ديالها وتوزيعها في جل مناطق المغرب. وهنا بزاكورا دارت عدة تجارب حول زراعة هذا النوع الجديد من البطيخ الأحمر اللي سماتو هيلتون. هذا النوع اللي أكد النجاح ديالو كما غنشوفو مع هذه الفلاحة في هذا الروبورتاج. كان يتم بزراعة البطيخ الأحمر منذ 20 سنة، فات لي خدمت على بزاف الأنواع اللي كتدور في السوق. في إطار التجديد والبحث على الجديد، شركة أغروسيم درت معها واحد التجربة ديال واحد الصنف الجديد. هذا الصنف هذا كيبان صنف واعد، عنده مميزات كبيرة من ناحية الكاليبر، من ناحية الخب كيدير لافيجيتاسيون مزيان، من ناحية الحمورية كيصبر ما كيخواش. هذا الصنف الجديد زعما عنده مستقبل واعد ومهم بزاف. لقد سعينا منذ أكثر من 5 سنوات إلى البحث عن هذه البذور وعن هذه الأنواع التي يمكن أن تعطي قيمة مضافة عالية بالنسبة للفلاح أو بالنسبة للمزارع في منطقة زاكورا خصوصا في المغرب عموما. النوعية الجديدة التي أعلن إطلاقها هي نوعية هيلتون، يعني هذه النوعية ديال هيلتون نوعية تتميز بخاصيتها، عندها إنتاج يسبق الأنواع التي تتواجد الآن في السوق ب10 أيام تقريبا إلى 15 يوم، بالإضافة إلى وزن معتبر، يعني نتحدث على أوزان تتراوح ما بين 15 كيلو حتى 16 كيلو 17 أو 20 في الزراعات البكرية. عموما نوعية هيلتون أنها ذات إنتاج وفير، ما يحقق للفلاح الربح المطلوب، بالإضافة إلى مقاومتها للأمراض التي تكبد خسائر هامة للفلاحين، بالإضافة إلى قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية واللي هو يعتبر شق الاقتصادي المهم بالنسبة للفلاح. بالنسبة لهذا الصنف هذا هيلتون جربناه عند عدد كبير من الفلاحين في المنطقة ديال زاكورا، منهم رقب نتال، في مزقيد، المغادرة، إيمين واسيف، هنايا تانومريت، لازون ديال تزارين، في ملال. بالنسبة للنقط الإيجابية اللي اكتشفناهم هو أنه لابريكوسيتي تيجي بكري بواحد تقريبا دي جور على لي زوطخ فاغيتي اللي كاينين في السوق، ومن طو أنه عنده لون وبريكس طالعين، وفي نفس الوقت عنده لا كونسيرفاسيون حيت السيد تقريبا دي جور باش يتسنى لوطخ فاغيتي باش توجد، حيت عنده انيسي ديال تقريبا 4 هكتار، يعني تيتسنى لا فاغيتي أخرى باش توجد تقريبا ب10 ايام. رغم ذلك الفروي بقى محافظ على الجوده ديالو. النجاح ديال الدلاح هيلتون ما كيقتصرش غير على طبيعه ومناخ زاكورا، بل حتى في مناطق شيشاوا، فالتجارب اللي دارت عند العديد من الفلاحه كتاكد التاقلم ديالو فيها، زياده على المميزات اللي رضات الحريفيه ديال الدلاح اللي بدورهم عبروا عن الشهاده ديالهم حول هذا الصنف الجديد. انا فلاح تقريبا كنفلح واحد 15 عام هادي في هذا الانتاج ديال الدلاح. بالنسبه لهاد لافاريتي ديال هيلتون كتبان لي بان غادي تعطي واحد الانتاج اللي هو انتاج مزيان، لا من ناحيه الجوده ولا من ناحيه الطوناج. بالنسبه للحلاوه ديالو شفناها دابا فيها واحد الحلاوه تبارك الله، الحلاوه زوينه، والقشره ديال الدلاح حتى هي راه مزيانه، فيها السمك ديالها زوين، يقدر تسافر واحد المسافه طويله. انا كنفلح دابا الدلاح هنايا تقريبا جايه شي 18 عام بحال هكاك. هاد الزريعه اللي درنا هاد العام هي الطون، زريعه جديده ماركه مزيانه مليحه، والطوناج فيها زعما عطاتنا الطوناج مزيانه، ماشي شي حاجه اللي هي كتبان لي هاد الطون مقبوله في السوق مزيانه، والطوناج فيها كاين الغلط، والزريعه مليحه، لا مضر على والو، الزريعه ديال كاع مسبوكه مليحه زريعتها، ما فيها مرض. ايوا نتمنوا العام الجاي ان شاء الله نديروا فيها شي 20 هكتار ولا شنو الا سخر الله تعالى. بخلاصه هاد السلف هيلتون كيرضي الفلاحه وكيستجب بشكل متكامل لمتطلبات السوق المغربيه وكذلك الخارجيه، فان شاء الله هي هاد هيلتون غتكون ان شاء الله هي لافاريتي ريفيرونس من هنا للمستقبل.